السلام عليكم اخوان. قبل ما نبداو لا فيديو ديالي نشكر خويا سعيد حيت صيفط لي البيض. هنا كاين واحد 4 سلالات، كما كتشوفوا اللهم بارك، كاين 4 سلالات، كاين الامروك، كاين الاسترالوب، كاين الفورويرك، وكاين شي حاجه د رود ايسلاند. هادشي اللي كاين ان شاء الله غادي نحطهم في الفقاصه. هذه هي الفقاصه ديال 128، كما كتشوفوا الفقاصه راه مازالين موجودين الاخوان. بالنسبه لل 192 راه ما بقاوش، غنكوموندي عليهم ان شاء الله هذوك سالاو. 128 بقات فيهم وحده، و 64 راه كاينين موجودين. غنحلوا الفقاصه ديالنا وغادي نحطوها في هذه البلاصه باذن الله، وغنوريكم كيفاش غادي نحط البيض وكيفاش غادي انستالي الفقاصه ديالي خطوه بخطوه، باش حتى نتوما حيت بعض الاخوان كيجيو عندي حتى للدار كنشرح لهم في الدار. هاد المره غندير فيديو باش يستعنوا بداك الفيديو يتعاونوا به. يعني اي سؤال على الفقاصه غتكون في الفيديو ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا. الفقاصه كتجي بهذا الشكل، ملي كنحيدوها من الكرتونه ديالها كتجي بهذا الشكل. اول حاجه كنحيدوا ليها الفرشي، هذا الفرشي ما تقطعوش ولا ترميوه، الفرشي راه مهم بزاف، حاولوا تخليوه. هذه الفقاصه فيها جوج ديال ليطاج، لي زاكسيسوار ديالها كلهم لداخل. دابا غادي نحيدوا هذا البارشي اللي الفوق باش نخويها من لي زاكسيسوار ونكمل معاكم. من بعد ما حيدنا لي زاكسيسوار والمسائل، قدرت تلقاو الفقاصه ديالكم بعض المرات توصلكم بحال هذه الطريقه. هذه كيكونوا هادو محلولين، ما كتكون تطيح، وهذا لذلك راه ساهلين في التركاب. هانتوما كتدخلوا شي دخل التكرف، انتوا كتورك هو دخل كذلك، هذا كتحاول تدور كتدخل التكرف انتوا وصافي دخل بهذه الطريقه. هذه ساهله ما فيها حتى شي حاجه، يعني خدمه نقيه. هاد الكابل هذا ديال الموتور، هذه فيها جوج ديال لي طاجير، الاولى هاد الثانيه، وحده كتكون فوق وحده. دابا اول حاجه غادي نديرو غادي انستاليوها فين غنتحط، يعني راه البيض راه باقي ما حيدتوش. هاد لارونج غنديروها هنا ولا نخليوها وراها، غادي نحطها هنا باذن الله، نحطها في بلاصه ونتبع معكم خطوه بخطوه ان شاء الله باذن الله. انتما الاخوان هاد الطاجيره هذه حيدناها يعني قبل ما دير حتى شي حاجه. غتخلي بغيتي من الاحسن في هاد الوقيته ديال البرد خلي الفرشيه، هاد الفرشيه خليها، هاد التقابي ملي تيزيدوا الماء ها وحده ها وحده، وهداك الشيء غنشرح لكم بالتفصيل. اول حاجه فاش غتبدا تركب في الفقاصه جيب واحد القرعه ديال الماء وكتكبوا الماء هنايا في هذه البلاصه. هذه حنا غنكبوه دابا، فوالا دابا حنا كبينا الماء. كتلاحظوا راه هذه فيها لتر ونص كنظن، لتر ونص، اذا لتر ونص غادي نكبوها كامله كنظن دابا مزيان. وديما واحد القضيه الاخوان، حاولوا تردوا البال ما تكونش الفقاصه مايله باش ما يميلش لكم البيض لجهه واحده، حاول تجيبوها مقاده. نحيدوا هذا ديال الفرشي. دابا غادي شنو غادي نديروا؟ دابا غادي نحطوا هاد الطاجيره هادي، غنحطوها ندخلوها تما. ولكن قبل ما ندخلوها الا بغيتو ديروا الاوميديفيكاتور، ولكن من الاحسن خليوها حتى الاخر. بغيتي ديروا الاوميديفيكاتور تما حيت الا درتوها في الماء راه يقدر يبقى يتصدى ولا شي حاجه، اللهم خليوها حتى الاخر. هذه غنخدمها حتى الاخر، تنبغي ندير نحول البيض للشباكي، يعني عاد نخدم هذه. اذا دابا غنحطوا هذه الشبكه هذه، تبعوا معايا مزيان حيت هذا الشرح هذا ما غاديش يشرحوا لكم شي واحد، يعني انا كنشرح بالخاطر ديالي، فهمتي؟ يعني ماشي كنشرح باش غير نفك، كنشرح وانا مرتاح، كنكون تنشرح وانا كنكون مرتاح لهذا الشرح هذا، وفرحان حيت كنشرح للاخوان وباش يفهموا ويعرفوا حتى هما كيفاش يتعاملوا مع هذه الفقاصات.
وغنصرح لكم شي حوايج ما غتلقاهمش عند شي واحد اخر، ما عارفهمش اصلا، حيت شفت الشروحات اللي كاينين كيكون شروحات غير سطحيه ديال الكوميرس، يعني شرح سطحي ديال الكوميرس، ديال الكوميرس تيدير معك التجاره، ها هادي شنو كدير شنو كدير صافي بيع ونشريو. لا انا كنشرح لك شي حوايج اللي ما غيشرح لهم حتى شي واحد، وتبع معايا هذا الفيديو باش تفهم مزيان علاش كنقول لك هاد الهضره. الاخوان سمحوا لي راني حطيت الفقاطه شويه طالعه الفوق، داكشي علاش كيجي التصوير شويه معذب بحال هكا. ها حنا دابا حطينا الفقاطه ديالنا، درنا فيها الماء هو الاول، ثاني حاجه درنا هاد الطاج الاول ديال الفقاطه، الخيط ديال الموتور ها هو تنخليوه ديما تنخرجوا كنطلعوا الفوق. دابا شنو المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه هو ان شاء الله غادي نحطوا هاد البيض، غنستفوا السيفه الاولى ديال البيض ونمشي معكم مرحله ما بعد مرحله، وحنا غاديين حتى تفهموا مزيان كيفاش تتعاملوا مع الفقاصه بطريقه بسيطه. هذا الفيديو ان شاء الله واخا غيكون طويل ولكن غيكون مفيد. انتم الاخوان هذه هي الطريقه باش كنستفوا البيض. هذا هو البيض ديال الاسترالوب، هذا هو البيض ديال الاسترالوب. انتم كما كتشوفوا كنحطوا بيضه واحدة بيضه بهذه الطريقه هذه، وكنستفوا البيض ديالنا في الفقاصه بهذه الطريقه. هي راه سهله، يعني راه مرحله بمرحله كما قلت لكم. غتبان لكم هنا او اس بالنسبه للاخوان اللي ما عارفينش، حيت كاينين جوج دراري انا باين هاد، يعني هاد السيد هذا اللي دار او اس ما عرفش، ملي سولت مولاه هو مولاه راه كيدير اي اس يعني اوسترالو، واحد صاحبو اخر داير او اس يعني 100% يكون ما عارفش، سولته قال لي راه اوسترالو. بعد ها ما شاء الله البيض زوين ديال اوسترالو، ما عندوش شي حاجه ديال العتوقه مثلا وقيله على هادي، ولكن مقبول البيض مقبول، التفقاس مقبول زوين، البيض ديال الاسترالوب زوين ما شاء الله، والله ما بارك. هذه هي الطريقه، نكملوا التستيفه وحنا معاكم ان شاء الله. اخوان من بعد ما استفنا البيض ديالنا مباشره، من بعد ما كنستفوا البيض ما نديروش الطاج الثاني، كنخدموا الفقاصه كنشوفوا البيض واش كيدور. ها انتم شوفوا اللهم بارك، ها هو كلشي تيدور، لكن كاين واحد الاشكال اللي غادي نشرحه لكم دابا ومهم بزاف. دابا راه درت دقيقه باش يدور البيض، فاش كما قلت لكم فاش كتحطوا البيض مباشره تمشي تبقى مورك على السيت هكا، بقى مورك على السيت غطلع لك اف واحد، هذه عدد الدقائق اللي غيدور فيها الموتور، يعني كل دقيقه غيدور الموتور، غتعاود تورك على السيت. هاد اف جوج هذه اللي مهمه بزاف، هذه فيها 15 ثانيه، يعني 15 ثانيه غادي يدور فيها البيض اللي كيدور فيها الدوران ديال عدد الثواني اللي كيدور فيها البيض. حنا غنديروها 30 حيت هذه هي اللي كيكون فيها المشكل. من بعد كدوز المراحل ديالك كاملين، غنتسناو وغتساينوا معايا حيت دابا كاين غير دقيقه دابا غادي يبدا يتقلب، وغادي تشوفوا هنا ملي غتقرب هنا غتولي 30، يعني 30 ثانيه والبيضه كدور، 15 ثانيه ما كافياش حيت الموتور كيدور ثقيل. هذا هو المشاكل اللي تيكونوا عند الناس ما كيشرحوهمش لكم هادو، حيت ما ربما كاين اللي ما كيعرفهمش. ها هي 30 ثانيه شفتوا، لاحظوا معايا دابا ها هو البيض راه كيرجع لهذا الجهه، لاحظوا هذا البيض هذا اللي ما باينش فيه الحروف هو غيبانوا فيه دابا، ها انتم راه 17 ثانيه ها بداو الحروف تيبانوا. ها انتم الاخوان حتى حاجه ما نخبيوها عليكم، لاحظتوا الحروف هما بداو تيبانوا، هما بانوا، يعني البيضه راه كدور. لاحظتوا الاخوان هادشي اللي كاين، هادي نقطه هادي تسجلوها عندكم، راه نقطه مهمه بزاف. دابا الاخوان غادي نمشيو للطاجير الثاني، اننا غنعمروا الطاجره الثانيه، غنحيدوا هذه نحطوها جانبا ونجيبوا الطاجره ديالنا ونعمروها عاوتاني بالبيض. كيف الاخوان من بعد ما حطينا البيض ديالنا ديال البليموتروك وحطينا الاسترالورب، وهنا راه كاين الفورورك وكاين الرود ايسلاند، المهم شي حاجه قليله. دابا شنو غادي نديروا؟ ومن بعد ما تيستينا الطاج الاولاني في التقلاب كيفاش كاين، دابا غادي نهزو هاد البيض هاد الطاج هذا غادي نحطوه فوق هذا، وغادي نحاولوا نخرجوا هاد الكابل من وسط البيض. حنا غادي نوريكم دابا كيفاش دير.
هانتوما الاخوان من بعد ما حطينا البيض ديمارينا الفقاصه ديالنا كما كتشوفوا كاين دقيقه ديال التيست. دابا نساينو غير دقيقه كيف العاده غادي نساينوها جميع ندوز هاد الدقيقه وغنشوفوا البيض. خصني نجيب واحد الكربه باش نطلع يبان لي داكشي مزيان ولا بلاش غادي نصور لكم غير بهذه الطريقه هذه راه كنظن غيكون باين نتسناو نشوفوا مثلا نحاول نكون نديرو هكا كيكون احسن. المهم غيبانوا لينا الثواني بداو نصور لكم الداخل باش هاد التيست هذا ضروري حيت هاد الحوايج هادو كاين دابا الناس مثلا كيشري فقاصه صافي يحط البيض وكيدير ركب الخيوطه وديمار يزيد. لا راه ماشي هكا الاخوان الفقاصه الدومين ديال الدجاج راه ما عمره كان بهذه الطريقه هذه. راه الا ما كنتش غتكونترولي المسائل ديالك ويكون البيض جديد هاي بدات اوكي نشوفوا دابا واش داكشي كيتقلب مزيان ولا لا. الامور بنت ليا مزيانه والحمد لله. اذا انا حنا دابا سالينا من البيض كنفكر دابا حاليا لقيتوني كنفكر عندي واحد تقريبا شي 70 بيضه ديال الفيومي تنظن واقيلا غادي نزيد الطاجيره حيت هادي راه 128 لكن الفرق ما بيناتهم غير الطاجيره هادي. نقدر ناخذ الطاجيره ديال الفقاصه 64 ونديرها لهادي بد ما ناخذ شي فقاصه اخرى ديال 128 وناخذ منها الطاجيره ديال هادي. كنفكر هاد القضيه كنفكر فيها دابا حاليا وغنقدر نديرها دابا نيت ونشاركها معكم. ها انتم الاخوان من بعد ما حطينا البيض ديالنا وسدينا الفقاصه دابا غادي نمشيو لواحد المرحله اللي مهمه هو هاد الشاطو هذا. الى لاحظتوا الاخوان هاد الشاطو هذا هذا كيدار فيه الماء راه فيكسي دخلتو هنا دخلتو في هذه الفرشيه. هو عنده واحد التيو بحال شكل السيروم كتبرونشي مازال انا راه درتها في واحد البلاصه فيها السلعه يعني غنلقى صعوبه باش انني ندخل التيو. وما انا غندخل لكم التيو راه كيتركب لتحت ها البلاصه ديالو فين تيتركب ندخلو التيو نكملو بهذه الطريقه. الاخوان احنا دخلنا التيو في السينار ها فين تيدخل هاد البلاصه. غنوريكم واحد القضيه مهمه شفتو هادي هي اللي كتزير على التيو باش يولي يكب لينا قطره قطره ولا كتطلقو كيكب مزيان. بغيتي يكب قطره قطره كتهبط لتحت كتزير على التيو ها فين غيبان لك هنا في هاد البلاصه غيبان لك تيهبط قطره قطره يهبط بشويه بالنسبه فاش كتكون عامره بالما ديرو ديك القضيه ديال قطره قطره. نرجع للبلاصه اخوان غادي تلاحظوا انني جبت واحد الفقاصه واحده اخرى غادي نخدم فيها ان شاء الله. غادي نحط فيها البيض ديال الفيومي والشبات ديال خليط السلالات هما اللي عندي حاليا غادي نحطهم في هذه الفقاصه حتى هي كتهز 128 بيضه. هذه راه مازال خدامه هذه دابا راه ساليناها. غادي نشرح لكم غير كيفاش غادي تريغلو الحراره والرطوبه وشي حوايج اللي مهمين في الفقاصه غادي نشرح لكم داكشي كامل. ولكن قبل غنركب هاد الفقاصه هادي نعمرها بالبيض. ديجا الطريقه راه وريتها لكم دابا غادي غنخدم ديريكت غادي نحط البيض وندير ندير لانستالاسيون ديالها كامله غتولي بحال هادي في الاخر. وعاد نشرح لكم كيفاش تريغلو الحراره وتقادو البروغراماسيون من الداخل ديال الفقاصه. بزاف ديال الحوايج غادي نشرحهم لكم كاملين ان شاء الله خليكم معايا. هانتوما كما كتشوفوا حطيت البيض ديال الفيومي كانت عندي 77 بيضه شاطو هادو غادي نديرهم مع الخليط الفوق الطاج الثاني نفس الطريقه اللي خدمت بها في الاولى غادي نخدم بها في الثانيه. دابا دا المره اللي درتو دابا غندير الطاج الثانيه غادي نعمرها عاوتاني بالبيضه هي الطاج الثانيه. هاما الفقاصه ديالنا عمرناهم الاخوان هنا هادي درنا فيها الفيومي والخليط هذا هو الخليط ديال السلالات وهنا
دابا ديماريتهم قبيلة طفيت هادي باش باش يخدموا يبداو فوق واحد. انا كاين السلالات توكلوا على الله. دابا نجيو للبروغراماسيون. بالنسبه الا بغيتي تقاد الحراره باش نقادوا الكاميرا باش تبان لكم. بالنسبه الا بغينا نقادوا الحراره كتورك على سيت كتختار الحراره اللي بغيتي كتطلع بالزائد والناقص. من بعد ما كتقاد داكشي اللي بغيتي كتورك على سيت تدي الرطوبه اللي بغيتي ولا خليها كيف ما هكا تورك على سيت. هذا الريغلاج يعني اللي باين اللي يعني راه واضح. واحد الحاجه اللي مهمه اللي بغيتكم تعرفوها تورك على السيت تبقى مركين عليها. هاد اف واحد هادي هي عدد الدقائق اللي كيدور فيها الموتور. غنديرو 155 غندير فيها 155. الباتري ديال التليفون خواليه 155. اف جوج هي عدد الثواني اللي كدور فيها البيضه داخل الفقاصه. نديرو 34 35. الاخرى كنت قلت لكم 30 من احسن ديرو 35 حيت جربت 35. اذا مع بعد ما قدينا هذا الريغلاج غادي نشوفوا نمشيو للبي 4 نوركو على سيت والزائد. ها سيت والزائد كنبقاو مكليكيين بهذه الطريقه هذه. بي 1 كتورك على سيت كتفوتها. بي 2 بي 3 بي 4. دابا غيشعلوا لنا البولات على 37 او الريزيستنس على 37.0 اذا بعيده بزاف. هنا غادي نقربوها ل 37.5 يشعل تشعل لنا الريزيستنس. صافي كتدوز سيت 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 هاد المراحل كاملين. وحنا قدينا الفقاصه ديالنا. واحد الحاجه هو البيل هانتوما الا بغيتو كتشوفوا البيضه بهذه الطريقه هذه. شوفي كتبان البيضه. كنطفيو البيل هنا كنعاودو نشعلوه كتبان لك البيضه مزيان هانتوما الا كانت فيها شي حاجه غتبان. انا غندير واحد البيضه ما عرفتش فين حطيتها يلا ترست ليا. هاي الشقة دابا راه ما تبانش لكم في الفيديو ولكن راه كتبان لي الهرسه هي راه باينه. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. واحد القضيه مهمه بزاف باش ما تطيحوش في نفس باش ما تطيحوش في شي مشكل. ها انتما مثلا ملي كنديروا 38 درجه هي اعلى رقم في الحراره هي 38. ملي غادي نمشيو للبي 4 تدير سيت ها انتما ردوا معايا البال غندخل الاف 1 بلاتي نمشي للبي 4 باش 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 ما تطيحوش في واحد المشكل. يلاه لاحظتوا دابا غنمشي للبي 4 كنورك على سيت والزائد. بي 1 بي 2 بي 3 بي 4. انا درت 37.6 هي اقل درجه حراره فاش تشعل لينا فاش تشعل لنا ريزيستنس. لكن لاحظوا معايا الا درت 37.7 درت غير 3 بيناتهم وكندخل يعني كندخل هاد المعطيات شوف اش غادي يوقع. الريزيستنس ما كتبقاش خدامه. الريزيستنس ما كتبقاش خدامه. ما تطيحوش في نفس المشكل. خليو 4 درجات ورا الفاصله بيناتهم. اذا غادي حنا عندنا الا عندنا حنا 38 غادي نوركو على سيت والسهم تحتاني. غنمشيو للبي 4 37.7 8 9. اذا غادي نهبطو وحده ها هي 37.6. ها انتم غتلاحظوا الريزيستنس غيبان لكم واحد الخط هنا كيطلع بلي راه خدمات. ها انتم لاحظوا ها انتم الاخضر يعني حيت هي هاد الفقاصه راه بنظام البي اي دي. فاش 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 مثلا فاش كتقرب الفقاصه تسخن كتبدا تنقص كتولي تشعل لك غير الضوء الليموني يعني راه الحراره ما كتعطيش بزاف فهمتي. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس هذا باش ما تطيحوش نفس المشكل. هذه كذلك غادي نخدموها نردوها مثلا 37.38 غادي ندخلو نمشيو للبي 4
بي واحد بي جوج بي ثلاثة بي ربعة فيها 37.6 إذن فينا شنو 4 درجات مزيان ورا الفاصلة صافي الفقصة ديالنا هي هذه اللهم بارك الله يسخر حطينا دابا هذه حطينا فيها 128 هذه حطينا فيها 128 نتمنى هذا الشرح يكون فادكم راه مهم بزاف الاخوان باش ما تطيحوش في شي مشكل الضوء دابا الضوء ديالها كيضعف ملي ما كتبقاش تخدم فيها الضوء كيضعف وبالنسبه للليوات ديالها راه فيها غير 80 واط الاخوان بحال خدامه بول عندكم في الدار انت انا راه ما بقيتش عمرت غير في قاصه وليت معمر جوج قرب يطفى لي التليفون ملي انا كنصور شتي